مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. امبارحة احتفل احمد النشيط بعيد ميلاده مع عدد كبير من اليوتيوبرز اللي كان من بينهم غيث مروان واسامة مروة ولانا ولين ونور مار وانس وبيسان وغيرهم كتير، والاجواء كانت جدا خيالية. حيث شفنا من خلال هالتجمع لقاء كل من نور مار ولا نولين من بعد تداول إشاعات خلافهم، فشفنا مشاركتهم للستوريهات مع بعض بصور مشتركة جماعية، ولكن ما شفنا أي صور فردية لهم غير عن أنس وبيسان ولا نولين واللي شاركوا هالصور مع بعض بعد ما توترت الأوضاع بينهم آخر فترة بسبب مقابلة لانولين مع بيسان إسماعيل. أما عائلة غيث مروان فتواجدوا ببيت كريم ديب ولين من بعد ما عزموهم للعشاء برفقة زياد وسارة، وتسأل الجمهور عن غيث وليش ما حضر ليلتحق بهم بعد دقائق من بعد ما غادر حفلة عيد ميلاد أحمد النشيط، وشاركوا مع بعض هالستوريهات واللي وضحوا من خلالها إشاعات خلافهم. خالي الندل وين؟ ما عيب؟ طب مو عيب؟ نحن نستناه ولا لا؟ رح نستناه ولا لا؟ أكيد لا، ما حنستنى. لمين؟ للندل. نستنى؟ لا والله. استني لحالك. كل الناس عم تقول انه انا وكريم متخانقين، ايوه مش متخانقين. لا بس ما عزمني على عيد ميلاده. شو؟ انا ما كنت عارف انه في عيد ميلاد. الله يسامحك بس. انا ما مفكر انه انتم المفروض انا اول واحد انعزم. ولا كلمة لو سمحتوا ما تحكوا معي. ما تحكوا معي. أما نور ستارز ومن بعد مغادرتها لحفلة عيد ميلاد أحمد النشيط توجهت لمطعم برفقة كريم وشاركت هالستوريهات معه وعلقت بي اشتقتوا لنا تتوقعوا بيحبني ليك لقطه بالجرم المشهود عم بصور الأكل بتحب الأكل أكتر مني؟ كذاب بتحب الأكل أكتر مني ولا بتحبني أكتر من الأكل؟ بسرعة ها؟ أنت ولا مين؟